أين أنت؟ صباح الخير ألكساندرا وأيضا دعاء. يا أهلا وسهلا. متبع ممتاز، سمعت كل الكلام. والله بصراحة تابعتكم على موقعنا على صفحة الفيسبوك مؤسسة الإذاعة والتلفزيون يا ألكساندرا. ممتاز، إن شاء الله يا ربي فعلا نقدر نستخدم مواقع التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي بعيدا عن السلبيات اللي ممكن نواجهها، وكل الأشخاص اللي عم بحطوا أشياء على السوشيال ميديا دائما بقول يراعوا هيك ربنا أخلاقنا تفاصيلنا، لأنه ملايين عم بيحضروهم بكافة الأعمار. وأكيد هلا بدنا ننتقل لك ومعك كل الهوى حتى تخبرنا شو التفاصيل. شكرا ألكساندرا، صباح الخير إليك وأيضا صباح الخير لدعاء. طبعا مشاهدينا الكرام لازم نصب على أعزائنا المشاهدين أينما كنتم من داخل وخارج حدود مملكتنا الأردنية الهاشمية، نصب عليكم ونقول لكم أهلا وسهلا بكم بقافلة برنامج يوم جديد. اليوم إحنا معكم موجودين معكم من وزارة الشباب والحيل من بيت شباب عمان، معسكرات الحسين للعمل والبناء. بجوز إحنا زرنا هذا المكان قبل هالمرة، ولكن اليوم معسكر الإبداع والابتكار السادس لمحافظات جنوب بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن. رح نحكي كثير اليوم عن هذا المعسكر مع إيمان عريقات مشرف معسكر. صباح الخير ويعطيك العافية. صباح الخير أستاذ رعد، أهلا وسهلا فيك. إيمان، طبعا أكيد إحنا صعب نوصف جهودكم دائما لشبابنا. اليوم محافظات الجنوب، معسكر محافظات الجنوب للإبداع والابتكار، نتحدث عن هذا المعسكر سيدي. أهلا وسهلا فيكم، صباح الخير مرة ثانية من المشاهدين في الوطن الحبيب. إحنا هون اليوم معسكر الابتكار والإبداع تابع لوزارة الشباب معسكرات الحسين، هذا المعسكر السادس، هذا الإقليم الجنوب لمحافظات العقبة والبتراء والكرك والطفيلة. فإحنا اليوم إن شاء الله بنبلش اليوم الأول. يلا. يعني هاي بعض التجهيزات والتدريبات من مؤسسة نهر الأردن وأيضا وزارة الشباب. الأفكار الجديدة إن شاء الله. إحنا يعني مبدأ المعسكر قائم على صنع شيء من لا شيء، إنه توليد أفكار جديدة لدى الصبايا، إنه يبلش يفكروا بطريقة غير مألوفة، إنه يفكروا بطريقة إبداعية، يعني حل المشكلات بطريقة إبداعية ما نضلنا يعني متمسمرين حول أي مشكلة بتواجهنا. نحكي عن محافظات الجنوب وأيضا محافظات الشمال والشرق والغرب، أكيد راح يكون لكافة المحافظات دور في هذا المعسكر. الخطط القادمة لمؤسسة لمعسكرات الحسين للإبداع والابتكار، يعني هذا المعسكر إن شاء الله، يعني احنا بلشنا بإقليم الوسط والجنوب والشمال، واحنا متعاونين هلا مع مؤسسة نهر الأردن في موضوع منهاج الابتكار الاجتماعي، وهي طبعا شيء جديد علينا. معسكرات الحسين الماضية كانت عبارة عن احنا برامجنا بنطبقها احنا وزارة الشباب، ولكن السنة يعني ارتقى معالي وزير الشباب وعطوفة الأمين العام على دمج الوزارة مع شركائها اللي هم يعني الواجب مسؤولية الشباب على كل المؤسسات الوطنية منها مؤسسة نهر الأردن. احنا نشكرهم من خلالكم أستاذ رعد. الأعمار أيضا المشاركة، وأيضا خلينا نحكي نسبة الإقبال على المشاركة من كافة المواقع. الأعمار احنا عندنا الفئة العمرية هنا من 15 ل 17 سنة. المعسكرات طبعا منطلقة في كل أنحاء المملكة. هون عندنا بيت الشباب عمان معسكرين، معسكر إنترنت الأشياء ومعسكر الإبداع والابتكار. إيمان، رسالتك الأخيرة إلى كل المشاهدين الكرام وأيضا إلى كل شبابنا الموجودين في كافة المحافظات المشاركة في هذه المعسكرات. أنا بحكي يعني هذه فرصة حلوة إن شفناهم بنات الجنوب ما شاء الله عليهم، يعني بشجع كل الشباب والشابات اللي بالعطلة الصيفية إنه يتجهوا لمراكز ويتجهوا لمؤسسات لوزارة الشباب. هي يعني أكيد يعني بدل يضيعوا أوقات الفراغ ويحاولوا ينموا شخصياتهم، نسقل مواهبهم، وإن شاء الله مشان لمزيد من التقدم. شكرا لك ويعطيك العافية. أهلا وسهلا أستاذ رعد. طبعا أكيد ما ننسى دور مؤسسة نهر الأردن، أكيد معنا محمود رياض موجود معنا. صباح الخير ويعطيك العافية. صباح النور، الله يسعد صباحك يا رب. أخ محمود، نحكي عن التشاركية ما بين مؤسسة نهر الأردن وأيضا وزارة الشباب في هذا المعسكر. أكيد طبعا إحنا في البداية بنحب نحكي لجميع المشاهدين صباح الخير. في البداية كمؤسسة نهر الأردن بشكل عام ومشروع مختبرات الابتكار الاجتماعي بشكل خاص بنثمن هاي الشراكة القيمة ما بين وزارة الشباب وبالتحديد في معسكر الابتكار والإبداع، ضمن أنه إحنا بنعطي أنشطة مختبرات الابتكار الاجتماعي داخل هاي المعسكرات. دوركم كمؤسسة نهر الأردن في هذا المعسكر؟ إحنا دورنا كمؤسسة نهر الأردن طبعا بحب أنوه أنه مشروع مختبرات الابتكار الاجتماعي هو مشروع تم إطلاقه بالشراكة ما بين منظمة اليونيسف ومؤسسة نهر الأردن في نهاية عام 2016. هذا المشروع بجوب جميع أنحاء المملكة من الشمال إلى الوسط إلى الجنوب. إحنا بنهدف إلى تقديم ثلاث محاور ضمن هذا المشروع. أول محور واللي هو إحنا عم نقدمه داخل معسكرات الحسين للابتكار والإبداع، اللي هو مادة الابتكار الاجتماعي. طبعا هاي المادة تم
تصميمها في البداية في مؤسسة نهر الأردن، وبعدين تم التعديل والتنقيح عليها، والآن جاري العمل على أنه هاي المادة التدريبية بتنعطى في جميع بلدان العالم طبعا ضمن خصوصية كل مجتمع. يعني إحنا المادة التدريبية هون اللي بتلقوها معنا الصبايا ضمن معسكر الابتكار والإبداع هي نفسها المادة التدريبية اللي بتطبق في أوروبا، هي نفسها اللي بتطبق في أمريكا، فضمن هاي المراحل عم نشتغل عليهم. طبعا في كمان عندنا جزئية اللي هو المعرض المتنقل للتكنولوجيا المستحدثة، وهم 10 باصات عم بيجوبوا جميع أنحاء المملكة، عم بيقدموا أنشطة تفاعلية، عم بيقدموا أنشطة بتتحدث عن التكنولوجيا المستجدة حول العالم. رسالة منك الآن أخونا محمود إلى كل المشاهدين وأيضا كل المشاركات في كافة المعسكرات بكافة المحافظات. طبعا إحنا كرسالتنا ضمن هالمشروع ومؤسسة نهر الأردن بنحب نحكي إنه هذا المشروع إجا حتى يعزز القيم والانتماء للمجتمع ويحسوا في مسؤوليتهم للمجتمع ضمن انهم يطلعوا بحلول ابتكاريه وابداعيه تخدم هذا المجتمع اللي هم عايشين فيه. شكرا محمود، يعطيك الف عافيه. عفوا لك، شكرا. طبعا انا حاب بعد ان مخرجنا محمد نسور حاب اقعد مع المشاركات والنشميات بكافه المحافظات، يا ريت تخلوا لي مجال هون اقعد، وايضا بدي اخذ راي كل المشاركات واي واحده حابه تحكي وتحكي عن تجربتها. صباح الخير لكم، يعطيكم العافيه. نتعرف عليكي. أول شيء أنا اسمي باب العمر من مديرية شباب شابات العقبة. رح نحكي اليوم عن معسكرنا الإبداع والابتكار. كان معسكرنا اليوم أول معسكر، كان أول يوم لنا. إحنا رح نطلع أفكار، رح نعمل أفكار. إحنا عمرنا صغير بس عنا إبداعات، عنا أفكار جديدة، عنا أهداف لمستقبلنا. إحنا أكيد أكيد عنا أفكار جديدة، وطبعا رح تكملكم صديقتي. يعني أنا حاسس بروح الشباب موجودة من الداخل بتحكي بلهفة. أكيد صباح الخير، وتعرف عليك. اسمي ريتا طويسي، عمري 16 سنة، مديرية شباب البتراء. طبعا قبل ما أبلش أي شيء بحب أشكر الملك الحسين بن طلال رحمه الله اللي أسس معسكرات الحسين للعمل بناء، اللي كانت رسالته أنه ينشئ جيل واعي واثق بنفسه ذو شخصية قيادية. وعن جد أنا استفدت كثير من معسكرات الحسين والعمل والبناء، وبحب أحكي لكل البنات اللي في جيلي عن جد شاركوا بهاي الأشياء لأنه بتنمي شخصيتكم وعن جد بتخليكم مبدعين. ورسالة أخيرة، لنكن مبدعين مبتكرين وفريدين من نوعنا. يعني هاي بعض المشاركات الموجودة في معسكرات الحسين للعمل والبناء وأيضا معسكر الإبداع والابتكار. طبعا قبل ما أرجع لألكساندرا ودعاء بدي أترككم بهذا المشهد الجميل من بنات وطننا من نشميات هذا الوطن من الصبايا. صباح الخير لكم جميعا. بعد ما نسمع شو بدهم يقدمون لنا الصبايا، بعدين لألكساندرا ودعاء لاستكمال فقرات برنامج يوم جديد، وأيضا يوم غد من موقع آخر بقافلة برنامج يوم جديد.